لان احنا كمان امبارح كان في اتصال هاتفي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الاردن، طبعا كان بيتناول الاوضاع المتوتره في المنطقه خاصه في قطاع غزه، لكن الرئيس في هذا الاتصال جدد مره ثانيه ادانه مصر للهجوم الارهابي اللي تعرض له احد المواقع على حدود الاردن مع سوريا، واشار لدعم مصر الكامل للاردن الشقيق وحرصها على امنه واستقراره، وده طبعا ما ثمنه العاهل الاردني في ضوء العلاقات علاقات الاخوه التاريخيه ما بين الدولتين والشعبين. كمان كان في تباحث عن الجهود الجاريه علشان يتم تهدئه الاوضاع بقطاع غزه وانفاذ المساعدات الانسانيه العاجله لاهالي القطاع، وطبعا التحذير من خطوره استمرار التصعيد العسكري اللي بيعرض الامن الاقليمي لتهديدات متناميه، واكد الرئيسان على فكره حل ايجاد حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه ان هو الضامن الوحيد لاستعاده الامن والسلام الاقليميين. يمكن احنا بدأنا وقلنا تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب الدائرة الآن في غزة على فكرة امتداد الصراع لأماكن أخرى واتساع الصراع لأماكن أخرى، وهو ده اللي احنا شفناه. لو بنتكلم على المنطقة دلوقتي، أمريكا والحوثيين في البحر الأحمر، عندنا سوريا، عندنا لبنان، يمكن كان في تحذير من إسرائيل إنها هتبدأ إنها تتجه للشمال. الصراع وصل للأردن الآن، يعني ضرب الجنود الأمريكان في والاعتداء على سيادة الدولة ذات سيادة كبيرة زي مثل الأردن، ما هو إلا شكل من أشكال اتساع الصراع اللي احنا شفناه في جنوب البحر الأحمر بين الحوثيين وبين الملاحة، شفناه في حزب بين لبنان وإسرائيل على الحدود الملتهبة. الكل يتحدث عن حرب. أول أمس الرئيس السابق ترامب يتحدث عن أن المنطقة على شفا حرب عالمية ثالثة. احنا بنشوف انه الولايات المتحدة الامريكية بيقتل لها جنود في الاردن، الاوضاع في سوريا بتزداد سخونة، في العراق ايضا اشتعلت الجبهة العراقية ضد القوات الامريكية. احنا بنتكلم على استفزازات كبيرة جدا بين الولايات المتحدة وايران، يعني اسرائيل ايضا تتوعد، يعني كل ده اول شيء تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الازمة عندما تحدث عن اتساع دائرة الصراع. نحن الآن نرى ذلك رأي العين، لم نعد نسمع عنه. يعني ما الذي سيحدث؟ المنطقة لا أحد يدري ما الذي سيحدث. قد تندلع بالفعل حرب كبيرة بين الخصوم، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ومعها إسرائيل، إيران من جهة، لبنان من جهة، الأزرع الإيرانية في المنطقة من جهة أخرى، قد تدخل دول أخرى في هذه المنطقة. احنا بنتكلم على المنطقة فعلا على شفا حرب كبيرة جدا لا أحد يدري مداها إلا الله. احنا بنتكلم إن امبارح كانت أمريكا الحقيقة في مباحثات، وكان جو بايدن طول الوقت في محادثات، وكانوا بيتكلموا سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي عن فكرة الرد على ما حدث في الأردن من مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين في القاعدة داخل الأردن، وكان بيتكلموا عن فكرة إزاي هيتم الرد. يعني هل هنرد إن احنا مباشرة على إيران في ضرب مواقع عسكرية، ولا هيتم الرد عليها في أماكن أخرى ليها؟ الرد بيكون عن طريقنا احنا اراضينا العربية، احنا اللي اصبحت ساحة اقتتال بين خصوم. لا احد يعني ايران لا تضرب في الولايات المتحدة الامريكية، ولا امريكا تضرب، ولا الولايات المتحدة الامريكية تضرب في ايران. الضرب يتم عن طريق الدول العربية التي صارت اراضيها مستباحة بالفعل. الضرب بيتم في اليمن، دولة عربية شقيقة. الضرب يتم في لبنان، دولة عربية شقيقة. في سوريا، دولة عربية شقيقة. في العراق، دولة عربية شقيقة. لا أحد يتعرض للآخر إلا في على الساحة العربية يعني. وده طبعا خطورة ما حدث في السنين الأخيرة، في 13 سنة الأخيرة، عندما صار الأمن القومي العربي مهددا بامتياز منذ 13 عام، عندما سقطت الدول الوطنية، سقطت الجيوش بفعل فاعل، بفعل خطط جهنمية من قوى الإسلام السياسي في الداخل، الجماعات الإرهابية متحالفة مع قوى إقليمية ودول عظمى، أسقطت الداخل، سقطت الجيوش، صحيح. المجتمعات صارت هباء منثورة. ثم نرى الآن أن الصراع بين الدول على الأراضي العربية مستباحا، ويعني الأمر أصبح كمان بدون خجل. صحيح. يعني بنرى القوات الأمريكية القوات تضرب في الأردن،
القوات الأمريكية ترد على إيران في اليمن. خليني أضيف لحضرتك كمان في العراق. صحيح، خليني أضيف عليها في سوريا. نفس السياق، يعني في نفس هذا السياق، كان هناك وسائل إعلام إيرانية أعلنت أن إسرائيل قامت بمهاجمة لمركز استشاري عسكري إيراني في سوريا. المصدر نفسه العسكري السوري قال إن إسرائيل شنت هجوم جوي من اتجاه الجولان، ده استهدف عدد من النقاط في جنوب دمشق. ويمكن هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هي فكرة إن الرد بقى دلوقتي في الدول العربية، مش في يعني امبارح اتضربت قاعدة أمريكية في الأردن، فاحنا بنرد على إيران في سوريا بمقتل استشاري عسكري. تضرب سفينة أمريكية في اليمن، ترد القوات الأمريكية في العراق. وهكذا إيران تبقى عايزة تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية عن ضربة في سوريا، ترد عليها في اليمن وهكذا. صحيح. يعني احنا بنتكلم حرب الوكالة، الحروب الوكالة على الأراضي العربية. صحيح. يعني وده نتيجته إيه بقى يا أستاذ فاتن؟ نتيجته إنه الثورات التي قامت منذ 13 سنة، الثورات دي اللي قامت وأسقطت الجيوش ودمرت الداخل بالداخل، التدمير الذي ترى كان من الداخل. يعني عبر قوى جماعات الإرهاب، الجماعات الإرهابية، وبالتحالف مع قوى إقليمية لا تبدي الخير لهذه المنطقة. احنا سقطت الجيوش وسقطت القوى الأمن في الداخل، صارت البلاد مستباحة. يعني احنا بنشوف كم مليون شهيد في العراق وسوريا واليمن والصومال ومصر وتونس وليبيا بسقوط الجيوش الوطنيه. صحيح. سقطت الدول الوطنيه، صارت مستباحه الان. يعني ليبيا، في ليبيا ثلاث حكومات. السودان اقتتال داخلي صعب جدا. صحيح. بين الجيش الوطني السوداني وبين قوات التمرد السريع. في الوضع في لبنان الكل يعلم مآلاته، سوريا الكل يعلم مآلاته، العراق، اليمن. ادي اللي حصل في 13 سنه الاخيره. يعني دي نتيجه الثورات الداخليه اللي هي أنهت الداخل تماما، أنهت الجيوش العربية، قوى الأمن، صارت الدول مستباحة. دي نتيجة، احنا بنتكلم بما ان احنا في ذكرى 25 يناير اللي هو عيد الشرطة بالنسبة لي، بنتكلم في الذكرى ال 13 لهذه الثورات اللي هي أم الثورات بنسموها. صحيح. احنا لولا عناية الله على هذه الدولة مصر عدت لها، مصر الحمد لله نجت بفضل الله. صحيح. بفضل القوات، وجود جيش قوي وقوة وطنية ودولة وطنية متماسكة وتماسك وطني داخلي. باقي الدول ما الذي حدث؟ صحيح. علينا نقرأ هذه الرسالة بشكل جيد. يعني أنا مش عايزة كمان، وإحنا بنتكلم أنا كمان عايزة الحقيقة أشير، لأن كمان يمكن حضرتك أشرت في الكلام ليه برضو، احنا بنتكلم على الصراع الدائر الآن في الصومال واثيوبيا ومنطقه ارض ده صراع اخر كمان، ده صراع اخر ومشكله اخرى، وكان المنطقه يعني ناقصه مشاكل، بس بتخدم ما يحدث في الصراع الدائر الان في منطقه الشرق الاوسط. في فكره الحرب الدائره ما بين اسرائيل. صحيح. وغزه. صحيح. والمصالح ايضا الامريكيه. صحيح. يعني هي امتداد لما يحدث. صحيح. لانه المنطقه كلها مشتعله، وده اتساع دائره الصراع. بالظبط. احنا بنقول عليه انه نتجت عن ده صراعات داخليه صغيره، حتى العالم لم ينتبه لما يحدث في منطقة الإقليم الصومال، منطقة القرن الأفريقي دي. وعلى فكرة دي منطقة مهمة جدا، وهي مقابل وتقابل الملاحة في البحر، منطقة البحر الأحمر. يعني المنطقة كلها مشتعلة، كل ده اشتعال. يعني ولذلك يعني أنا يعني الواحد بصراحة عندما ينظر القيادة المصرية يشفق عليها بالفعل. يعني محملة ومثقلة بكم من المشاكل، أنا في تقديري هي أكبر من المشاكل التي ورثها الرئيس السادات عقب الرئيس عبد الناصر. الرئيس السادات يعني تولى الحكم كانت البلاد محتلة في سيناء. صحيح. أنا أقدر أقول لحضرتك بضمير مستريح إنه المشاكل الموروثة الآن هي أكبر من المشاكل التي، لأن الدولة على شفا يعني حزام ناري كبير جدا، أوضاع اقتصادية صعبة جدا، المنطقة الشرق الأوسط تعاني من اضطرابات ضخمة جدا. بالضبط. ليس لها من دون الله كاشفة. الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط هي أكبر اضطرابات في العالم. بالضبط. بلا حرب منذ 4 شهور، دول اقتتال داخلي، دول بلا حكومات، الأمن منهار، أوضاع اقتصادية صعبة جدا جدا جدا. لا، الوضع صعب جدا، وفي ظل كل ذلك مشكلة في القرن الأفريقي استجدت مرة أخرى، السجاد بدولة الصومال بالشقيقة الكبرى مصر،
الوضع صعب جدا. مش عارفه ليه بيحضرني في يعني كاسنجر قبل وفاته اعتقد بسنه كان قال متوقع ان منطقه الشرق الاوسط ستشهد احداث اخرى تعود مره يعني اخرى للساحه من القتال. والله ربما كان يتحدث عما يحدث الان. احنا حظنا السيء ان احنا عايشين في منطقه الشرق الاوسط. انه هذه المنطقه يعني المنطقه دي من حوالي دلوقتي من سنه 48 وهي في مشاكل ضخمه يعني. صحيح. انا ما اتصورش ان في 10 سنين مرت على منطقه الشرق الاوسط. لا ما فيش عقل بدون مر بدون مشاكل. بدون مشاكل ضخمه، بدون حروب، بدون ازمات. ده حقيقي. بصراحه يعني. خلينا بقى نروح لخبر هام جدا، لان في وسط هذا الصراع الدائر وفي وسط ان احنا بنتكلم عن ازمات هي مش سياسيه فقط ولا عسكريه. عفوا معلش، الشرق الاوسط ده مهد الديانات يعني، المفترض ان هو مهد الديانات يعني، وجه الله عز وجل تجلى في الشرق الاوسط، نزل في سيناء طبعاً. يعني اشرق على سيناء. الاديان الكبرى كلها مصر وفلسطين كلها يعني في الشرق. لكن هذا حظ هذه المنطقه، حظ بصراحه يعني صعب جدا يعني. ربما يمكن هي المنطقة اللي بتتوسط يعني، هي برضو ليها طبيعة جغرافية وطبيعة يعني جيوسياسية يعني، لا هي ليها طبيعة مهمة في يعني فلتزم الطبيعة ويبقى الأمن والاستقرار يعني. أنا في تقديري يعني ده حقيقي.